الرايو فايكانو، الرمية الجانبية ل لتيتو. تيتو لمسة للأمام، محاولة تصل من جانب جافي، تمرير الأمام، محاولة إلى سواريز، لويس سيتو في مكان خطير، سواريز بشكل جيد، ولكن بعد ذلك دفاع الرايو تدخل. ركنية لبرشلونة تنفذ من جانب تشافي، تحضير بالراس خطير، والتعود من القائم وبيكي على تنفيذ ركلة الجزاء. لا يمكن أن يضيع بصراحة، لا أظن هذا الأمر أنه ميسي يضيعها للمرة الثانية على التوالي. ركلة الجزاء لبرشلونة، ليونيل أمام ألفاريز، وميسي يسجل سواريز لألبا، ألبا مر مع سواريز، يلعب الكرة العرضية، محاولة خطيرة تبعد من الدفاع، لويزيتو استقبلها، مر وبعد ذلك اليوم راكيتيتش، ممتازة إلى رافينيا، محاولة لبرشلونة خطيرة لبيدرو، عرضية لميسي، مر وأتى بكرة الله، ما بتستوعب على تنفيذها. متأخر جدا يا رايو بعد خماسية برشلونة، وعلى بعد 10 دقائق على نهاية المباراة. الكرة بجانب بويلو، هدف جابي لميسي، ليونيل تمريرة باتجاه انسيتو، مار